نشرة مفصلة من أوريال تريوز، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. ميليشيا قسد تصدر بيانا تخضع فيه لمطالب المتظاهرين في منبج شرق حلب. تيار المستقبل يهاجم ميشيل عون ويؤكد أن الرئاسة اللبنانية أسيرة الطموحات الشخصية. استياء وقلق أمريكي من اتساع نفوذ ميليشيا حزب الله في لبنان. الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات، هي الثانية خلال ساعات قادمة من سوريا. אני מודה לגברת מרים פרץ. الكنيست ينتخب إسحاق هارتسونغ الرئيس الحادي عشر لإسرائيل. أصدر ما يسمى بمجلس منبج العسكري التابع لميليشيا قسد بيانا يؤكد فيه إيقاف عملية التجنيد الإجباري التي تمارسها الميليشيا في منبج وريفها شرق حلب، إضافة لإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المتورطين من عناصره بإطلاق النار على المتظاهرين. لكافة عشائر مدينة منبج وريفها مع الإدارة المدنية والعسكرية ونزولا عند رغبات ومقترحات شيوخ ووجهاء العشائر لحفاظ أمن واستقرار البلد والسلم الأهلي والتعايش المشترك، وحرصا على أداء الفتنة وحقن الدماء، تم الاتفاق في هذا الاجتماع على ما يلي: 1. إيقاف العمل بحملة الدفاع الذاتي في منبج وريفها وإحالتها للدراسات والنقاش. إطلاق سراح كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة. تشكيل لجنة تحقيق للحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل ما كان متورطا بذلك. ذكرت مصادر محلية أن ميليشيا قسد استخدمت تعزيزات لعناصر أجنبية إلى منبج بهدف قمع المظاهرات الجارية في المدينة شرق حلب. وأكدت المصادر أن الميليشيا سحبت العناصر العربية من حواجزها واستبدلتهم بعناصر أجنبية، وذلك بعد حصار المدينة وتقطيع أوصالها، في حين يستمر أهالي منبج بمظاهراتهم الرافضة لسيطرة ميليشيا قسد على المدينة وممارساتها القمعية. معنا مباشرة عبر سكايب من غزة إنتاب التركية الأستاذ عبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور. مرحبا بك معنا أستاذ عبد الوهاب. فيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته ميليشيا قسد أو المجلس العسكري لمن مجلس منبج العسكري التابع لقسد فيما يتعلق بالمظاهرات والتجنيد الإجباري على أرض الواقع، كيف هي الصورة؟ أهلا بكم. منذ قليل كان هناك بيان من مجموعة تقول عن نفسها أنها المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات في منبج شرق حلب، وضعت مجموعة من الشروط وأعلنت قبولها المشروط للمبادرة التي قام بها وجهاء. صحيح، استعرضنا بالضبط. لكن هذا البيان مهم في الحقيقة، لأنه أمهل قوات سوريا الديمقراطية حتى يوم الجمعة 11 حزيران مهلة لتنفيذ مجموعة من البنود. يبدو أن المشكلة لا تتعلق فقط في قضية التجنيد الإجباري، هناك انخراط أيضا يبدو من المتضررين اقتصاديا جراء السياسات المتبعة من قبل قسد، على سبيل المثال قضية الإسمنت الذي بدأت قسد يعني تقوم بتوريده إلى العراق، وهذا تسبب أيضا في مشكلة في منبج بالنسبة للتجار المتواجدين في هذه المنطقة، أيضا بعد الاحتجاجات الأخيرة التي حصلت في الحسكة وفي مناطق شرق الفرات بخصوص قرار الإدارة الذاتية المتعلق بالمحروقات. حصل رغم التنازل من الإدارة الذاتية، لكن يبدو أن هناك عدم وفرة أو عدم مقصودة طبعا ومتعمدة من الإدارة الذاتية عدم توفير للمحروقات، لذلك كان هناك اشتراط أيضا بضرورة أن يكون هناك حتى تاريخ 11 حزيران توفير للمواد المحروقات، لأنها أيضا غير متوفرة في منبج. إذن المشكلة لا تتعلق فقط في قضية التجنيد الإجباري، هناك مشاكل اقتصادية، بطبيعة الحال أيضا هناك مشاكل أخرى متعلقة بالاعتقالات ومخاوف أيضا من حملات محتملة ضد المعتقلين، ضد الذين شاركوا في المظاهرات الحالية
حملة الاحتجاجات أو الانتفاضة الحالية. إلى أي مدى قد يعني نصدق جدية قصد ومجلس منبج العسكري في هذا البيان والنقاط التي فندها من إطلاق سراح معتقلين، محاسبة من أطلق النار على المتظاهرين، وقف التجنيد الإجباري وما إلى ذلك؟ يعني أتصور أن المنبج لها خصوصية بالنسبة لقسد، وأيضا خصوصية بالنسبة لوجهاء العشائر العربية المتحالفين أيضا أو الذين لهم تواصل مع قسد، لذلك لا يمكن الإخلال بشكل كامل بالوعود. سبق وكان هناك إضراب الكرامة في كانون الثاني 2018 الذي أيضا كان نتيجة حملة تجنيد إجبارية مماثلة تقريبا لما حصل الآن، لكن بعد طبعا حصل اتفاق على إنهاء قرار التجنيد وإخراج المعتقلين، كان هناك يعني التزام محدود إن صح التوصيف من قبل القسد، لكن هذا الالتزام تم، كان هناك تراخي لاحق له في 2019 وفي 2020 حتى وصلنا أصلا إلى الحالة المرحلة الحالية التي تخلت فيها قسد عن كل التزاماتها و قامت بحملة تجنيد مستمرة واعتقالات، لذلك لا يجب علينا أن نتصور أن يكون هناك التزام كبير من قسد، ربما خلال فترة شهر شهرين ثلاثة أشهر، لكن سرعان ما سوف تعود إلى سياساتها السابقة سواء متعلقة بالجانب التجنيد الإجباري العسكري أو حتى الجوانب الأخرى الأمنية أو حتى المجال الجانب الاقتصادي. يعني إذا كان منذ قليل مثال المحروقات، كان هناك مظاهرات صحيح أنها تنازلت شكليا لكن على أرض الواقع هي لم تعد توفر المحروقات للأهالي، وبالتالي هناك تعامل سيء في محاولة الالتفاف على المطالب السكان والأهالي. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا الأستاذ عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من غازي عنتاب التركية. اتهم تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة لبنانية، اتهم رئاسة الجمهورية بالخضوع للطموحات الشخصية لجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر. ووصف التيار في بيان له ميشيل عون بأنه مجرد واجهة لمشروع يهدف لإنقاذ باسيل من حالة التخبط التي يعانيها وإعادة إنتاجه في المعادلة الداخلية. جاء ذلك في أعقاب بيان لميشيل عون قال فيه إن هروب الحريري من تشكيل حكومة متوازنة يعد إمعانا في انتهاك الدستور. معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت توني بولوس مراسل أورينت نيوز والمحلل السياسي. توني مرحبا بك معنا إلى هذه النشرة، دعني أبدأ معك من الجهود كما يقال من أجل تشكيل هذه الحكومة، إلى أين وصلت ومن العقبة بوجهة نظري سعد الحريري وميشيل عون؟ يعني أحمد، في كل تقدم تراه يعني يطل على تحريك مسار الحكومة نرى بعضها انتكاسة كبيرة تعيد الأمور إلى نقطة الصفر، فبعد الأجواء الإيجابية التي سادت في الأيام الأخيرة، اليوم نتيجة حرب البيانات المستعرة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يعني عادت الأمور إلى نقطة الصفر وعادت التشنج سيد الموقف. على ما يبدو لا يوجد أي اتفاق ولا يوجد قواسم مشتركة، ربما حسب الكثير من المعطيات تشير إلى أن الورقة الحكومية لا تزال محتجزة إقليميا وفق الإرادة الإيرانية في المفاوضات التي تجريها مع الغرب في فيينا. العقدة ما زالت الثلث المعطل طوني؟ يعني هي يعني هناك عقدة أساسية ويعني وعقدة رئيسية هي العقدة الإقليمية، ولكن هناك عقد داخلية تظهر للإعلام أو تظهر داخليا هي قضية الثلث المعطل أو النصف زائد واحد أو حتى التقسيمات على الحصص الوزارية داخل الحكومة سواء وزارة الداخلية أو وزارة العدل. ولكن الجميع يجمع أن لو كان هناك إرادة حقيقية لجميع هذه الإشكالات التفصيلية زللت خلال 24 ساعة. هذا ما يؤكد قضية أن العقدة الأساسية هي العقدة الفيتو الإقليمي على ولادة حكومة في هذا التوقيت بالذات، ولأن الحكومة المرتقبة ربما سيكون لها دور، وهذا الدور يتناقض مع مفهوم أو مع بعض يعني الأجواء السياسية الإقليمية وفق المعطيات الحالية. حالة الاستقطاب هذه بين شخصي سعد الحريري وميشيل عون وتراشق الاتهامات فيما يتعلق بتشكيل الحكومة تقنع الشارع اللبناني برأيك طوني؟
يعني هناك وجهة نظر تقول أن الطرفين مستفيدين من هذا النزاع، فكل طرف يقوم بشد عصب داخل طائفته انطلاقا من الشعارات التي يطلقها بالحفاظ على موقعه. فرئيس الجمهورية يطلق الشعارات المتعلقة بحفاظ موقع الرئاسة المارونية، في حين أن سعد الحريري يشدد على أن الرئاسة السنية لها صلاحياتها ولها دورها، وبالتالي هو لن يتنازل عنها. هذا الخطاب يشد يعني يكون عصب طائفي لدى كل من الاتجاهين، ولكن في المقابل يبعد اليد الخفية التي تعبث بهذا الموضوع، هي يد حزب الله الذي بدأ في هذا المشهد كأنه هو المصلح وكأنه هو التيار الوسطي الذي يحاول التوسط بين الطرفين لإيجاد حل للمخرج، في حين أن هناك وضوح وهناك قناعة عند كثيرين أن هو العقدة الأساسية، ولكن هذا التظهير هو لإلهاء الرأي العام ولإبعاد يعني الأسهم والمجابهة عنه بشكل مباشر. لقاءات الحريري نبيه بري في اليومين الماضيين ألم تثمر عن شيء؟ يعني لم تثمر كل الجهود، يعني من الواضح أحمد أنها سقطت، وتحديدا اليوم كان هناك أجواء إيجابية. تحدث رئيس بري عن مبادرة أن تكون الحكومة 24 وزيرا وتقسم إلى 3 ثمانيات، أي 8 وزراء لرئيس الجمهورية و8 لرئيس الحكومة و8 للثنائي الشيعي وحلفائه. هذه الصيغة يعني كان في الأيام الماضية كان هناك قبول لديه، ولكن العقدة التي استجدت وتم الحديث عنها هي عقدة من سيستلم وزارة الداخلية ووزارة العدل. ونعرف أن في الأشهر المقبلة يعني سيكون هناك استحقاق انتخابي يفترض، وبالتالي السيطرة على وزارة الداخلية لها أبعاد في هذا الإطار. فهناك يعني شد كبير جدا بين القوى السياسية من سيتولى هذه الحقيبة التي هي تؤسس وهي تدير العملية الانتخابية وفق القوانين اللبنانية، إضافة إلى كونها وزارة أمنية أساسية في البلاد تمسك بزمام الأمور والمفاصل الأمنية، لذلك هناك شد حبال عليها، وهي تظهر أنها إحدى أبرز العقد الحالية الموجودة في الحكومة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات. توني بولس مراسل أوريت نيوز كنت معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت. عبرت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانا سترول عن قلق الولايات المتحدة من اتساع رقعة نفوذ ميليشيا حزب الله اللبنانية وتزايد نشاطها في لبنان، وأشارت إلى أن الميليشيا تسبب إضرارا في أمن لبنان وتعمل لأجل مصالحها الخاصة ضاربة بعرض الحائط مصلحة الشعب اللبناني، مؤكدة أن واشنطن ستدعم الجيش اللبناني لمواجهة تحديات الإرهاب. جرت اشتباكات بالأسلحة البيضاء تخللها إطلاق نار بين مجموعة من الشبان اللبنانيين أمام محطة الضنضاوي في بيروت، وذلك بسبب خلاف على أحقية دور الحصول على مادة البنزين، حيث يشهد لبنان انقطاعا كبيرا في المواد النفطية والمحروقات. أحبط الجيش الأردني محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيا أسد إلى الأراضي الأردنية، وذلك بعد ساعات قليلة من إحباط عملية مشابهة. وأوضح الجيش الأردني في بيان له أنه ضبط كمية كبيرة من حبوب الكابتاجون، مضيفا أن القوات الأردنية طبقت قواعد الاشتباك أثناء محاولة المهربين اجتياز الحدود الأردنية، ما أدى لفرارهم باتجاه الحدود السورية. عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استيائه حيال تدهور العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، مؤكدا رفضه تدخل الإدارة الأمريكية في خلاف تركيا مع أرمينيا. كنا نعمل مع الإدارات السابقة الأمريكية من الحزب الديمقراطي، أيضا عملنا مع السيد بوش والسيد أوباما أيضا، ولكن لم تصل العلاقات الثنائية بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا التدهور، و التوتر موجود أيضا، ومن ثم أيضا
عشنا مع الجمهوريين أيضا. أيضا لم تصل العلاقات الثنائية بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا التوتر. كنا دائما مرتاحين مع بعضنا البعض ونحصل على المقترحات والتوصيات من بعضنا البعض، وأيضا كانت هناك لقاءات واجتماعات تجمعنا مع الإدارات السابقة، ولكن مع الأسف إدارة السيد بايدن إلى الآن لم نصل إلى المستوى بيننا كما كانت في الإدارة السابقة. نعم، لماذا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هي محامية الدولة الأرمنية؟ اتركوها للمؤرخين. بداية، إن القضية العالقة بين الجمهورية التركية وبين أرمينيا هي من عمل المؤرخين. انتخب الكنيسة إسحاق هيرتسوغ رئيسا جديدا لإسرائيل، الذي فاز بمنصب الرئيس الحادي عشر للبلاد بعد حصوله على 87 صوتا مقابل 26 لمنافسته ميريام بيرتس خلال عملية تصويت سرية. إنني أتحمل المسؤولية الثقيلة التي ألقيتموها على كاهلي، وأنا أحمل امتياز خدمة الشعب بأكمله في هذا المنصب الرفيع. أعتزم أن أكون رئيسا للجميع، وأن أستمع إلى كل موقف سياسي، وأن أحترم كل شخص، وأن أبني جسور الاتفاقات. ختام النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.